قيس سعيد لانتخب في 2011 ل 2014 لانه معارض للمنظومه يا حبيبي، لانه راديكال ولا رئيس بلدان، لانه رفض ان يكون جزء من هذه المنظومه اللي تشبه تبنى ان يكون رئيس بمنطق المنظومه، يعني هو لا ينتخب الا لكي يكون رئيس. شعب انتخب الشعب الذي قيس سعيد ما عادش للثوره الزخم بتاعها، الشعب الذي يريد ماذا اعاد؟ حول زخم الثوره الى حشود تطوف حوله بل، وبعد الطواف لا تجد القطاف. هو الانسان لا زال يمكث، هذا الرجل يمكث في درس تطبيقي، اشغال تطبيقيه لدرس القانون الدستوري ودرس حقوق الانسان منذ 30 سنه. لا علاقه له بفلسفه القانون التي ينبغي ان يناقش بها الاسباب الحقيقيه والعميقه. مولي قاسومي، مش من السابق لاوانه الحكم على تجربه تونس القيسيه؟ تونس القيسيه انتهت قبل ان تولد، تعرفش علاش؟ لانه عندما وضعنا امام الهلاكين في الدور الثاني، كنا امام هلاك اول متهم بالفساد وسرقه الاموال، وهلاك ثاني متهم او ارى فيه، كنت ارى فيه ولا زلت، بانه سارق الاحلام والامال، وسوف نجني منه خيبه الامل لسبب بسيط. رجل يخوض حمله انتخابيه على معنى العداله الاجتماعي وعلى معنى صلاحيات رئيس الحكومه، وهو استاذ قانون دستوري، هذه اختلاس اول. اثنين، يختلس مقولة الشعب يريد، وهذا الشعب يصدقه ويسير معه بالحشود، وتتآلف حوله من أقصى اليمين الديني الإكراهي أو الدموي إلى أقصى اليسار الفوضوي الراديكال، وكل المنكورين من أصولهم السياسية تتآلف حوله، ويعطى تلك الثقة على معنى وانتظارات خاطئة، لأن المعنى والانتظارات التي صوت لأجلها هؤلاء هي في حقيقة الأمر كان ينبغي أن تذهب للانتخابات البرلمانية. فإذا مسؤولية أيضا ليس فقط على النخبة، مسؤولية الشعب الكريم. الشعب الكريم مسؤول عما آل إليه الأمر. وين ماشيين؟ وين تتوقع نمشيو اليوم؟ اليوم ماشيين إلى سنة أولى، الساعة إلى سنتين أوليين 2021 من أسوأ ما يمكن أن تعيشه تونس على المستوى السياسي، لأنه كل الاحتمالات واردة، بما فيها انتخابات تشريعية مباكرة، بما فيها واردة والاقتصادي أيضا،